تحول إلى ضيفي عبر سكايب من سوريا السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. حياك الله أستاذ رامي. مساء الخير، تحية لك وللمشاهدين ولضيوف الكرام. نعم، تعرف حضرتك اليوم موقع سوريا وما يمثله للعراق اليوم وضمن الأخبار العراقية وأيضا الشؤون العراقية السورية. اليوم ماذا يجري في سوريا؟ يتحدثون عن يعني وجود أو حدوث حرب ما بين سوريا وما بين الجانب الأمريكي، هل فعلا نحن ماضون إلى لا سامح الله كحرب يعني تقوم بين سوريا وأمريكا؟ يعني هو بداية نأمل أن لا تقع الحرب لأنها ستكون مزيد من الدمار لسوريا، ولكن الحرب ليست بين سوريا أو بين النظام السوري وبين أمريكا. الحرب واضحة، وفي شرق سوريا تحديدا تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إغلاق ما يعرف بطريق طهران بيروت والسيطرة على البوكمال، تارة من خلال محاولة إنشاء قوات في المنطقة تحت ذريعة مقاومة القوات الإيرانية أو ما يسمونها مقاومة الاحتلال الإيراني، وتارة أخرى تحت التجهيزات الأمريكية المستمرة لقطع هذا الطريق. المعركة في تلك المنطقة ليست معركة داعش حقيقة الأمر، المعركة واضحة هي لإغلاق البوكمال، ويعني هناك طلب حقيقة الأمر من بعض الدول العربية من النظام بأن تخرج الفصائل الموالية لإيران من جنسيات سورية وجنسيات عربية وإيرانية في تلك المنطقة وأن تسلم لقوات النظام. حتى اللحظة النظام ليس لديه عديد كافي ليسيطر على تلك المنطقة، ولا تزال تلك المنطقة تحت السيطرة الإيرانية أو الفصائل الموالية لإيران، كي لا أقول كلمة أخرى، لكن بالواقع على الضفة الأخرى من نهر الفرات ضفتين الفرات هم الحد الفاصل ما بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية أو الفصائل الموالية لإيران. الحرب في تلك المنطقة، الطرفين جاهزان للحرب، الطرفين لديهم عملاء ومجموعات في كلا الضفتين، ولكن هل تطلع الحرب أم يكون هناك حرب؟ طيب، هذا التصعيد العسكري في حال حدث أستاذ رامي، هل سيكون بصالح عصابات داعش أكثر من صالح الجانب الأمريكي؟ لا، بالنهاية نعم، عصابات داعش هي تعيش على الدماء. عصابات داعش عندما نفذت هذا العمل وحده، وهذا يخالف ما قاله التحالف الدولي، عمليات داخل الأراضي السورية، نحن ما وثقناه في المرصد السوري لحقوق الإنسان بين ضفتي الفرات نفذت أكثر من 210 عمليات هذه العصابات الإرهابية داخل الأراضي السورية، ولكن الأكثر دموية كانت في ضفاف الفرات الغربية، أي مناطق سيطرة النظام، مناطق سيطرة الفصائل ولا لإيران، وقد تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية من ذريعة عودة نشاط داعش إلى تلك المنطقة لكي تشن عمليات عسكرية في هذه المنطقة التي من المفترض بأنها تابعة جويا للطيران الروسي. لذلك أقول بأن ليس فقط في ضفة الفرات الغربية بل أيضا في ضفة الفرات الشرقية هناك عمليات مستمرة لعناصر تنظيم داعش الإرهابي. نعم، بالعودة إلى سيادة اللواء، يعني اليوم تعرف هذه الأحداث يعني مقلقة، أرجع أقول مقلقة. اليوم العراق وسوريا، يعني وجود سوريا والعراق يشكل تأثير كبير على العراق والمتلقي العراقي، بالتالي اليوم يعني نشر أخبار بحدوث حرب سورية أمريكية إيرانية روسية، كل هذه الجهات تجتمع في لإقامة حرب في سوريا تأثيرها على العراق. اليوم كيف ستتعامل القوات الأمنية أو الحكومة العراقية مع هكذا أخبار في حال حصلت لا سمح الله؟ بداية ما نتمنى أنه سوريا العزيزة وشعبها يمر بمآسي أخرى بعد ما حدث في سوريا. تعرفين سوريا الآن وخاصة مناطق شمال شرق سوريا تتواجد فيها العديد من القوات، هناك قوات أمريكية، قوات روسية، ممكن فصائل موجودة، تنظيمات إرهابية موجودة. لا تنسين عندنا في مخيم الهول بحدود 60,000 لعوائل وأطفال داعش ورجال، عندنا سجن الحسكة يعني عدد كبير من الإرهابيين ويعتبرون من عتاة الإرهابيين. لا زالت التنظيمات الإرهابية موجودة في هذه المناطق، هي مو فقط تنظيم داعش القاعدة، ممكن النصرة، بعد الكثير من هذه التنظيمات. أولا، الحدود السورية العراقية بحدود 600 إلى 650 كيلومتر. احنا حقيقة بعد ما حدث للعراق من دخول لإصابات داعش الإرهابي من الأراضي السورية باتجاه العراق، وبعد عمليات التحرير، كان أولى الأولويات التي لدينا هي تأمين الحدود العراقية السورية.
واتخذنا إجراءات حقيقة دقيقة في موضوع التحكيم والتحصين ومسك هذه الحدود بشكل دقيق. أيضا إضافة لقوات حدود موجودة، وخلف هذه القوات توجد قطاعات الجيش، في حال أن حدث خرق لا سمح الله سيعالج أيضا من قطاعات الجيش. لدينا كل الرؤية الكاملة عن الساحة اللي موجودة. إضافة إلى ذلك نركز بعملنا بالعمليات العسكرية، نركز في هذه المناطق. لكن أنا أتكلم بصراحة أنه الخطر لا زال يعني قائم لهذه الإصابات الإرهابية، والوضع المربك في هذه المناطق يساعد ممكن على أن تستفاد هذه الإصابات الإرهابية. نعتقد أنه إذا كانت هناك تحركات للقوات الأمريكية مثل ما أشار الدكتور من مرصد السوري الحريات لحقوق الإنسان، إذا كان لديها هذه التحركات فهي حقيقة الوضع راح يكون يعني بخطورة، سواء باتجاه سوريا هذا واحد. اثنين، علينا أن نعمل على الأمن القومي العراقي، وهذا ما تعمل عليه القوات العراقية. كيف ستعملون على حفظ الأمن القومي العراقي؟ لازم يعني احنا اليوم يعني قلت لك يعني احنا ما نتمنى ولن نتمنى أن يكون أي حرب أو اقتتال ويكون بها مضرة لشعبنا في سوريا العزيزة والحبيبة. طيب. لكن في نفس الوقت احنا متخذين كل الإجراءات بتأمين المنطقة، الحدود، المتابعة الدقيقة، الجهد الاستخباراتي، ونعمل على أن لا يكون هناك خرق باتجاه الأراضي العراقية. نعم واضح سيادة اللواء. دكتور بالحديث مع حضرتك اليوم، تعليقك عن ما يحصل اليوم في سوريا، يعني اليوم أنا شاهدت تصريحات رئيس الفيلق البحري الأمريكي وأشار بكل صراحة إلى أنه إيران هي التي بدأت اللعبة، هي التي سيطرت على 20 قافلة في القوافل البحرية، فبالتالي إيران هي التي لم تلتزم بقوانين التبادل التجاري العالمي، وبالتالي ما يحصل اليوم هو كأنما رسالة لاستعداد الأمريكان ووجودهم في سوريا لمواجهة أي ضربة قد تكون مفاجأة من قبل إيران. تعليق حضرتك على هذا يعني اليوم؟ الموضوع الذي يحصل بالتحديد في شمال شرق سوريا هي البؤرة القرارية استراتيجية اللي تختلف عليها أكثر من جهة، روسيا من جهة، أمريكا من جهة، إيران من جهة، وحدات الشعب الكردية من جهة، عصابات داعش من جهة، تركيا من جهة. كل هذه تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأمن القومي العراقي. يشترط ويفترض، وأنا يعني أفترض أنه هذا موجود، أنه وزارة الدفاع، الاستخبارات، الجهاز المخابرات يقدم ملف لمجموعة خيارات محتملة في حال حصول مثلا كذا أزمة، فينبغي أن يكون الرد العراقي كذا وهكذا، سياسيا، عسكريا، أمنيا إلى آخره، هذا فيما يتعلق العراق. خلينا ننكر أنه أكو صراع إيراني أمريكي في المنطقة، وهذا الصراع رغم أنه هو شديد وخطير لكن أيضا بيواجه وجهة أخرى للحوار. طيب. يعني قبل أسبوع المفاوضات اللي أفرجت ما بين 5 إيرانيين مقابل 5 أمريكان وإفراج عن 6 مليارات، أنا تابعت حتى تصريحات وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان، يعني أيضا كان يستبشر خيرا بهذه المفاوضات لولا وجود تسريبات صوتية في من جانب الأمريكي فيما يتعلق بممارسة بعض الضغوط على إيران. إذن أكو صراع شديد وأكو في نفس الوقت حوارات، يبدو لي الحوارات ستتغلب على الصراع، والإدارة الأمريكية تريد أن ترسل رسالة لطرفين. إسرائيل حقيقة نتنياهو يعني لا يتردد في الإشارة بشكل صريح على نيات إسرائيل لتوجيه ضربة في مكان ما في إيران مثلا. طيب. وإذا قامت إسرائيل بهذه الضربة طبعا هناك خيارات قلقة استراتيجية تتحمل أمريكا في الدرجة الأساسة، فحتى تطمئن إسرائيل لابد أن يكون هناك تحرك عسكري خارج الحدود العراقية وليس داخل الحدود. خلينا نميز، داخل الحدود ما في، خارج الحدود على الأقل تقدير تؤمن ما يلي، تمنع إسرائيل من هذه الضربة في هذا التوقيت، أمريكا تفكر في انتخابات 2024 وتفكر أيضا بموازنة، هناك مفاوضات على المشروع، وفي المقابل المفاوضات هي تكون بها رادع عسكري. نعم فيما يتعلق في الأمن البحري هناك مناوشات متبادلة، تهديد متبادلة ليس فقط ما بين ناقلات تجارية أو عسكرية وإيران، حتى على الصعيد الجو هناك مناكفات وصراع ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
أنا أعتقد سوف لن تكون لن على أقل تقدير في رأي المتواضع من هذه الساعة لمدة 3 أشهر ليس هناك ضربة أمريكية تجاه إيران. طيب. ولكن ستقوم بعملية على أقل تقدير نسميها ضبط الحدود العراقية السورية من الطرف السوري بالقدر الذي لا يسمح. يعني كإجراء احترازي اليوم؟ لا إجراء استراتيجي بالنسبة لهم، لأنهم يعتقدون أنه انكفاءهم عن هذه المنطقة سيتيح لروسيا أن تتغلغل في المنطقة، ولذلك هو قرار استراتيجي لتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، مع الأخذ بخيارات سوريا بعد عودتها للجامعة الدول العربية وكذا إلى آخره. يفترض أيضا أن تكون هناك التزامات فيما يتعلق التسوية الداخلية حسب قرار مجلس الأمن. طيب. في سوريا. بالحديث معك أستاذ رامي، حقيقة نتحدث اليوم جاهزية النظام السوري في حال قررت القوات الأمريكية خوض هذه الحرب على الأراضي السورية. جاهزية صفر بامتياز، لأن هناك انهيار اقتصادي واضح وبات واضحا للجميع. الكثير من السوريين الذين يعني كانوا في قوات النظام بدأوا يعني يتركون أو يستقلون، أو يعني بعضهم يفر وبعضهم ترك الجيش وبات مع الفصائل ولا الإيراني بسبب الراتب. ولكن دعيني أقول لك وأعلق على الدكتور بأن نعم، إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بإغلاق الحدود السورية العراقية سيكون هناك حرب مع الإيرانيين. يعني الإيران هي التي تنتشر على مسافة نحو 300 كيلومتر أو أقل من الحدود السورية العراقية من معبر البوكمال وصولا إلى منطقة التنف أو ما تعرف بمنطقة 55 عند مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية. لذلك أقول بأن الحرب قائمة، ما دون هذه الحرب لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إرضاء إسرائيل وإغلاق طريق طهران بيروت في منطقة البوكمال. بأنها تعمل على إغلاق تلك المنطقة، ولكن هل الجيش هل قوات النظام هي جاهزة؟ بشكل قطعي هي غير جاهزة، وشاهدنا بأن إسرائيل تسرح وتمرح وتقصف في كل منطقة. طيب. وتعمل على الأرض. طيب ما هي ولا يستطيع حصد إسرائيل. يعني تعرف حضرتك اليوم الوجود الروسي والوجود الإيراني والوجود الأمريكي حاضر في سوريا والتركي أيضا. طيب كيف ستكون يعني الصورة؟ يعني صف لي حضرتك، أنا ما أريد أتخيل أنه لا سامح الله نذهب بحدوث هذه الحرب، ومن هي التي يعني ستبدأ؟ روسيا وأمريكا من جهة، أو روسيا وإيران من جهة، أم أمريكا من جهة؟ فأريد أتحدث مع حضرتك بصراحة، كيف ستكون الأمور، كيف ستؤول الأمور في قابل الأيام في حال حصلت هذه الحرب؟ تماما، لأن هناك تركيا لديها علاقة في الأمر هذا، لأن تركيا تريد أن تسحب ملف قوات سوريا الديمقراطية أو الوحدات الكردية من المشاركة في هذه العملية، وهي اقترحت على الجانب الأمريكي أن ترسل مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا أو ما يعرف بالجيش الوطني عبر أحد الدول العربية ليدخلوا إلى منطقة التنف على أساس أنهم مقاومة شعبية ضد الإيرانيين، وهذا الأمر حتى اللحظة لم ينجح أو لم يكلل بالنجاح أقله. روسيا الآن هي إلى جانب إيران، روسيا سابقا كانت في تلك المنطقة تريد تحجيم إيران، ومرارا وتكرارا حاولت نشر قوات روسية إلا أنها فشلت ومحت المنطقة تحت السيطرة الإيرانية. النظام أرسل قوات من الحرس الجمهوري والفرقة 18 والفرقة 17، لكن بالنهاية العديد غير كافي. شاهدنا كيف تمكن تنظيم داعش الإرهابي من يعني نصب كمين لعناصر من الفرقة 17 وقتل 33 منهم قبل أيام. لذلك أقول بأن الوضع صعب جدا إذا ما قامت الحرب، سيكون هناك قصف على القواعد الأمريكية من إطاف الكرات الغربية. بذات الوقت الطائرات الأمريكية لديها الآن بنك أهداف في تلك المنطقة وفق المعلومات الاستخباراتية التي لدى القوات الديمقراطية. نعم أستاذ رامي، بالعودة إليك سيادة اللواء، يعني اليوم دعنا نتحدث شوية عن وجود الجانب الأمريكي في العراق وزيارات السيدة السفيرة لكثير من الشخصيات، وأتحدث عن الشخصيات الرسمية وليست الشخصيات السياسية. اليوم في هذه اللقاءات ما هي الأحاديث التي يتم تناولها؟ هل يتم الحديث عن ما يحصل في سوريا؟ هل يتم الحديث عن ما يحصل مثلا على الحدود العراقية السورية؟ ما هو الحديث المتداول في هذه الزيارات الرسمية للحكومة العراقية؟ يعني إذا بموضوع الكتل السياسية أنا ما أعرف. نعم لا أتحدث عن شكل رسمي. أنا ما عندي دخل، مع احترامي للسياسة والكتل السياسية وكل السياسيين، لكن في مجال اللقاءات العسكرية نتكلم بها. يعني حقيقة دائما اللقاءات تكون بموضوع لهذا كحكومة عراقية وكقيادة عسكرية عراقية، احنا اتخذنا كل الإجراءات اللي
تكون سبب بحماية الأمن القومي العراقي. طيب. لا توجد مثل ما قال الدكتور أنه التحركات القوات التحالف أو الأمريكان داخل الأراضي العراقية، لا، لكن موجودة داخل الأراضي السورية. وتعرفين تركيا، روسيا، إيران، بعض الفصائل الموجودة، التنظيمات الإرهابية. فالوضع حقيقة بشكل منتجين تنظرين للموضوع تشوفيه موضوع يعني خطير جدا جدا خطير. اثنين، احنا اللي يهمنا حقيقة موضوع مهم هو لا نعطي اي فرصة لداعش الارهابي بانه يتوجه باتجاه العراق. يعني من اقول عن مخيم الهول، مخيم الهول ما يبعد له حوالي 9 كيلومتر عن الاراضي العراقية. يعني اذا تجين تحسبيها ما تعتبر مسافة بعيدة عن الحدود. تجين على سجن الحسكة اللي بيه بحدود تقريبا 6000 إرهابي فقط من العراقيين، 3000 إرهابي اللي يحملون الجنسية الإرهابية، العفو، العراقية، واللي هم يعتبرون من أوتات الإرهابيين. وشاهدنا عملية الاقتحام اللي سووها على سجن الحسكة وهرب من عندهم مجموعة، ولو متدخل القوات الأمريكية وممكن أكو قسم منهم ما رجعوا. طيب. إذن حتى قوى سوريا الديمقراطية، كل هذه المخاطر اللي تحدثت حضرتك عليها اليوم، كيف أو ما هي الإجراءات اللي أنتوا اتبعتوها؟ يعني هل تم مثلا نشر قوات عراقية على قريبة من الحدود؟ الحدود العراقية السورية ممسوكة بقوة ومحكمة، واتخذنا كل الإجراءات سواء التكنولوجية أو البشرية أو في مجال التسليح. طيب. وقلت لك إحنا عندنا الخط الأول هو خط الحدود، لدينا تحكيمات، لدينا تحصينات، لدينا أجهزة فنية، لدينا كاميرات حرارية، لدينا طائرات مسيرة، لدينا دوريات عفوا، ولدينا قطعات قوات حدود وأسلحة ساندة. خلف قطعات الحدود توجد قطعات جيش وماسكة بشكل قوي، ولدينا واجبات تكاد تكون يوميا في هذه المناطق حتى ما نعطي أي فرصة لعناصر داعش أن تتوجه من أراضي سوريا باتجاه الأراضي طيب. العراقية. فكل الإجراءات إحنا متخذيها، ولو شعرنا بأن هناك ما يهدد الأمن القومي العراقي من داخل الأراضي السورية التي تتواجد فيها التنظيمات الإرهابية ما رح نتوانى بأن نوجه ضربة. طيب، جدا واضح كلامك سيادة اللواء. بالحديث معك دكتور عبد الجبار، حقيقة اليوم هناك من يقول أنه استهداف القوات الأمريكية أو هذا الحراك اليوم هو الاستهداف في الفصائل المسلحة في سوريا، ما تعليق حضرتك على هذا؟ الفصائل المسلحة العراقية من السورية قصدك؟ السورية. يعني هو الموضوع يتعلق بكيفية حيازة استقرار استراتيجي في هذه المنطقة بما يؤمن ثلاثة مسائل: عدم استهداف القواعد أو الثكنات العسكرية الأمريكية سواء كان داخل العراق أو على خارج العراق في سوريا. ثانياً، ألا يكون هناك هيمنة لنفوذ روسي إيراني على حساب المصلحة الأمريكية. ثالثاً، على أقل تقدير أن يكون عنصر موازن لما يحصل في هذه المنطقة، بمعنى غياب هذا التحرك العسكري بافتراض أنه أكو غياب. وطبعاً التحرك العسكري الأمريكي أكيد هناك مجسات يعني معلوماتية عن وجود مثلاً مخطط ما. أما إذا كان ما يحصل على الحدود هو ليس لا يتجاوز موضوع ضبط الحدود وتحقيق هذه المطالب الثلاثة لنيات أخرى، فيفترض ما يلي: أن صناع القرار الأمريكان في الإدارة الأمريكية إذا كان الأمر داخل الحدود السورية وليس بسنتيم واحد داخل الحدود العراقية، نتحدث بموضوعية، هذا يخدم الأمن القومي العراقي. ولكن إذا عبرت سنتيم واحد عن الحدود سيسبب لنا إشكالات. هذا بالنسبة للجانب الأمريكي. بالنسبة للجانب العراقي، كلما تمسكت اللي تفضل به سيادة اللواء عن التحصينات وكذا، هذا كله صحيح على المستوى العسكري، وأنا لا يعني لا أشكك بمتانة وقوة الأجهزة العراقية العسكرية والقتالية بمختلف أطيافها. لكن يعني يهمني القرار السياسي. القرار السياسي طالما الدستور البرنامج الحكومي يتحدث عن انه العراق مو ممر ولا معبر لا منا ولا منا، هذا لازم يصير بحزم وصرامه في اتخاذ القرار. نتمسك بهذه النقاط. ثانيا، ايضا ان يكون هناك حزم على المستوى الداخلي، يعني المؤسسات العسكريه طالما تحدث باختلاف اطيافها، باختلاف اطيافها حتى يكون واضح، طالما انها التزمت بقرار القائد العام للقوات المسلحه بما يؤمن ويخدم المصلحه العراقيه العليا، كلما كان ذلك اجدى
واكثر يعني سهوله. نعم هذا الكلام مطمئن دكتور. نعم. من حضرتك وايضا من السيد اللواء. حياكم مشاهدينا بالعوده لحديثنا وملفنا. نعود بالحديث لك استاذ رامي عبد الرحمن عبر سكايب من سوريا. استاذ رامي حقيقه اليوم يعني سوريا باتت مكان لتناحر القوى الكبيره، امريكا من جهه وروسيا من جهه. اليوم ما إمكانية حدوث هذا الاقتزال المباشر ما بين هاتين القوتين على الأراضي السورية؟ لا أقله من بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية صعب جدا. هناك روسيا تريد أن تثبت إرادتها على الأجواء السورية، بذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعود وبقوة إلى سوريا، وهذا ما تفعله الآن عندما نشاهد اصطدام جوي أو ما اصطدام جوي، هناك تحذيرات من اصطدام جوي سواء كان في ريف حلب الشمالي سواء في البادية السورية. نشاهد بشكل شبه يومي الطائرات الحربية الروسية تحلق فوق قاعدة التلف أو منطقة 55 في البادية السورية، والمفارقة المضحكة بأن هذه الأجواء هي أجواء سورية يتصارع فيها الروس والولايات المتحدة الأمريكية، وبذات الوقت التركي الذي يقوم بتنفيذ هجمات الطائرات المسيرة، وايضا لا ننسى الطائرات المسيره الايرانيه التي يجري التدريب عليها بشكل مستمر داخل الاراضي السوريه. نعم. وتغيب عن الاجواء السوريه الطائرات الحربيه السوريه. لذلك اقول هناك طائرات من قوى احتلال خمسه، نحن نقول عليها قوى احتلال، من يريد ان يقول عكس ذلك فهو يعني شانه احتلال اسرائيلي، احتلال امريكي، احتلال روسي، احتلال ايراني، احتلال تركي للاراضي السوريه. كل هذه القوى موجوده في قوى احتلال على الاراضي السوريه بغض النظر اذا كانت الى جانب المعارضه او النظام، والقاصر الاكبر هو سوريا والشعب السوري والدوله. نعم عند هاي النقطه استاذ رامي، الشعب السوري اليوم، الشعب السوري كيف يستقبل هذه الاخبار وهذه الاحداث، وخاصه انه اللي جرى على الشعب السوري ليس بالشيء الهين والسهل. دعيني أقول لك الشعب السوري اليوم مشغول في الانهيار الاقتصادي الكامل. هناك الناس تتحدث في مع نفسها في الشوارع عندما يعني يصبح راتب الضابط في الجيش السوري أو قوات النظام نحو 20 دولار شهريا، يعني ما بالك على المواطن الموظف العادي. لذلك أقول الشعب السوري الآن لا يتمنى الحرب ولا يريدها. الشعب السوري لا يستطيع تأمين لقمة العيش. ما يحصل عليه الموظف السوري يكفي يوم أو يومين، وباقي الشهر يبحث عن من أين يأتي يعني الأموال من أجل العيش باقي الشهر. نعم سيادة اللواء، قبل شوي حضرتك علقت أنه في حال لا سامح الله حدثت هذه الحرب وكان أكو يعني اختراق للحدود العراقية السورية وتوجهون ضربة، لكن لم تقل لي لمن سيتم توجيه هذه الضربة في حال حصلت هذه الخروقات. احنا أكو نقطة مهمة عندنا، الموضوع داعش يقلقنا بشكل كبير، وأنا قلت لك قبل قليل الآلاف موجودة. عندنا سجن الحسكة وفي ديار الزور أعداد كبيرة من الإرهابيين ومن عتات الإرهابيين، يعني من أقول عتات الإرهابيين يعني أقل واحد بيهم كاتل له فد 1000 2000. طيب احكي لي عن مخيم الهول اللي أنا قبل أيام كنت في الولايات المتحدة الأمريكية في معهد السلام. نعم. وقدمت برزنتيشن كامل عن ما يجري في مخيم الهول، وقلت أنه مخيم الهول عبارة عن قنبلة نووية موقوتة، أطفال بأعمار 16-17-19، نساء يغذون أطفالهم على فكر داعش الإرهابي، لا تعليم لا زايد لا ناقص، وهذول مهيئين في أي لحظة أن يتوجهون. إحنا أي خطر راح يوصلنا باتجاه الأراضي العراقية ما راح كقوات مسلحة عراقية ما راح نكون مكتوفين أيدي، يعني ما راح نسمح لهم أن يدخلون داخل الأراضي العراقية ونعالجهم. لا عندنا الإجراء الكامل والجاهز انه لأدنى سيناريوهات محطوطه، وما راح نتوانى ولو ثانيه واحده بانه نستهدف من يحاول خرق سياده العراق وسلامه الشعب العراقي. واذا نذكر احنا يعني فتره كان لدينا ضربات يعني باتجاه بعض مواقع داعش داخل الاراضي السوريه، نفذنا ضربات مهمه. نعم. الشيء الثاني حقيقه واني اشيد به هو جهد الاستخبارات العراقي. حقيقه الان لدينا أجهزة استخباراتية عراقية تعمل بدقة، ويوميا لو شاهدين احنا حتى عندنا في داخل الأراضي العراقية كان لدينا ضربتين موفقة في سلسلة عفوا في وادي شاي ووادي زغيتون في جنوب كركوك، وتم تدمير بعض المخابئ لهؤلاء الجرذان. إذن اليوم القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها ومسمياتها هي على أهبة الاستعداد،
ولا حد يتوقع انه احنا غافلين عن ما يجري داخل الاراضي السوريه في مناطق شمال شرق سوريا، ونظرنا دائما صح باتجاه ما تبقى من هدف واستئصالها والعمليات اللي نقوم بها، لكن تركيزنا ايضا ما ابتعد عن هذه المناطق ولدينا رؤيه كامله باتجاهها. طيب هذا يخليني اسال حضرتك، هذا يخليني اسال نقطه بس. نعم عندك تعليق استاذ رامي؟ نعم نعم، يعني نعم. الامر لا يتعلق فقط بشمال شرق سوريا، التنظيم الارهابي داعش لديه في الباديه السوريه وهي باديه كبيره اكثر من 3000 مقاتل، وقلنا هذا الكلام منذ عام 2019 عندما قالت الولايات المتحده الامريكيه بان التنظيم انهار. لذلك اقول بان عندما ينفذ تنظيم داعش خلال هذا الشهر لوحده عمليات على مسافة نحو نصف مساحة الأراضي السورية في البادية، هذا يدل بأن هذا التنظيم قوي، وأنا بالنسبة لي أرحب بأن تنفذ العراق الشقيق هجمات ضد هذا التنظيم الإرهابي وكل من يستهدف سيادة العراق، لأن العراق بالنهاية بلد عربي وبلد شقيق، خير من أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وإسرائيل وتركيا هجمات تدعي بأنها تحارب الإرهاب داخل الأراضي السورية. نعم. صحيح. نعم دكتور، يعني الحديث عن تنفيذ العراق لهجمات يعني فلول داعش داخل سوريا، بالتالي علق السيد رامي هم مرحبين اليوم لخلاصهم من هذه الصنوف الإرهابية. اليوم نتحدث عن البعد في حال حصل هذا الشيء، والعراق اليوم أجرى هذه الهجمات في داخل الأراضي السورية على الفلول داعش، ما هو تأثيره على طبعا هو فيما يتعلق إصابات داعش الإجرامية هو جزء من المشكلة الآن. نعم جزء. لاحظي معي، إذا كان هناك توافق تركي روسي سوري أمريكي عراقي، العراق لديه النية واضحة على إنهاء ملف داعش نهائيا، سيستطيعون. لكن باستثناء الحالة العراقية طلعيها باعتبار توجهاتها واضحة، هو كان الجبهة الأولى لمواجهة الإرهاب. نعم. الملف داعش الآن في الصيغة السورية الروسية التركية هو بضاعة لمن يدفع أكثر. يعني كسلعة تسويق. لكن إحنا اللي هنا في العراق هو الأمن القومي. نعم. في حال وجود حصل انفلات، إذا كانت مواجهة مع عصابات داعش. ربما سنجد أيضا تجزؤ في المشاكل، يعني بمعنى أشك أنه يكون هناك اتفاق روسي أمريكي تركي سوري على أن تكون هناك ضربة لعصابة داعش. هذا يعني تستبعدها حضرتك، بعيد استراتيجية. جزء منها ضد داعش، نعم. ما بين وحدات الشعب الكردي ضد داعش ربما بعضها، ولكن هي جزء من المشكلة. لكن هل هي مشكلة سهلة؟ قطعا لا. إحنا اللي يهمنا كعراقيين فيما يتعلق ما يخص الملف السوري بإطار استراتيجيات الروسية الأمريكية، قطعا احنا ما نستطيع نتدخل به. لكن اللي يهمنا انه هذه الحدود اللي هي تمثل مصلحه متبادله، الامن القومي قطعا داخل سوريا وداخل الحدود العراقيه هي مصلحه متبادله لابد ان تكون لانهاء